ولا قوة إلا بالله. 24 ساعة تأكل ساعة المنشار سارح راجع سارح راجع. ما يعني شنو نبدأ البرنامج الوقت ما يصير رحب بالمشاهدين مش وقت الأكل نبدأ رحب بالمشاهدين. ما يعني في هذه الأجواء الساحرة المطر يهطل في هذه الأثناء الجو جميل للغاية سبحان الله سبحان الباري سبحانه وتعالى أعطى لنا ميزة في أرضنا في جمالنا في خضرتنا في الأمطار اللي بتهطل في هذا الوقت. أن نبدأ حلقتنا ونرحب بمشاهدينا الكرام اللي خلف الكاميرا الآن نقول لهم أهلا وسهلا بكم في كل وقت وحين أنتم ضيفنا في العيد والناس. طبعا ما بعزمش لأنه من أول جلسة تلاقى علي من قبل التصوير أنت مش فالحة إلا بالأكل أنت اللي مش فالحة كعك العيد أنت مش عارف إنه إحنا النساء بنتعب عشان نسوي كعك العيد بالخبيز بالعجين بالاختراع بالاكتشاف بالطبخ بالمش عارفة إيش وهم ما يساعدوش ولا يدعموا. نحن نساعد بالأكل. هذا اللي انتم فالحين فيه تاكلوا فقط لا غير. عشان كذا انا افضل انه يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي حنبتدي فيه الان من هذه الاجواء الجميله والاكثر من رائعه مع كعك العيد والاجواء العيديه عن هل الكعك هل حقا يتم مساعده الرجل للمراه اثناء عمل الكعك وهل ما زالت المراه تسوي كعك في البيت ولا لا. تابعونا كونوا معنا. مبارك عيد مبارك قادرة أوصف لكم الجمال الأكثر من رائع هنا في منطقة وراف ومع هذه
الأمطار اللي حنبدأ فيها موضوع حلقة اليوم عن العيد وأجواء. وإيش كمان بنناقش؟ بنناقش اليوم موضوع الكعك، هل المرأة في البيت تعمل كعك وذوقها يساعدها ولا لا؟ ايوه مش نعرف هذا الشيء. تعمل وإذا ما عملش بنتفشه بالمي. خلونا مع بعض نشوف رأي الناس. أعتقد أن الرجال كمان يا ما يساعد، فتعالوا تابعوا معنا هذه الفقرة. نشوف، يلا بنا. عشان نكتشف الموضوع اللي تناقشنا عليه أنا وصدام حول كعك العيد وغيره وغيره، حبينا إن إحنا نضرب عصفورين بحجر كالمعتاد في هذه الفقرة، هي فقرة معلم السياحي. مثل ما أنتم شايفين خضرة ربانية أكثر من رائعة، يعني مش قادرة حتى أوصف لكم جمال المساحات الشاسعة الموجودة هنا. فنشوف الناس أسباب زيارتهم لهذا المكان، احتفالهم بأجواء العيد في هذا المكان، وكمان عن كعك العيد هل بيسووا ولا لا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وألف خير. صح عيدين. أنت سنة طيبة وألف خير. إيش اسمك؟ مها. اسمك يا أم؟ اسم الكتاب؟ شذا. خوات ولا تقربوا البعض؟ لا خوات. كيف أجواء العيد معاكم؟ ليش جاي لمنطقة رف تحديدا هنا؟ يعني هي أصلا أساسا أمي من هنا، فإحنا جينا بلاده. عشان بلاد أمي. عشان الجو. هذا بلاد أمي. أيوه. طب بس الأجواء برف فظيعة، يعني أنا شايفة الله. صح فظيعة. أجمل شيء يميز هذه المنطقة؟ السياحة بكل شيء ما شاء الله. هذه المنطقة فظيعة أصلا، بقوة بهواء بكل شيء. بنات ورف حلوة جنني. طيب احنا معنا سؤال اليوم، نشي نسألك احنا والمشاهدين، انه بنتكلم احنا على كعك العيد، هل المرأة العصرية الحالية ما زالت محافظة على عادة صنع الكعك في البيت؟ هذا أكيد. ما يعني صح انهم يسووا في المحلات او شيء، بس ما يعني اشتروش من المحل، لا الاكثر في البيت. تسوي كعك؟ ما العدني صغيره. صغيره عادي صغيره. كنت بسالك على الطريقه. بالنسبه للرجال، هل احيانا لما تسوي المراه كانت امك اختك كعك البيت، هل ابوك اخوك اي حد من الاهل بيساعدهم انه يشتري الادوات او انه ينتبه للاطفال او حتى انه يجي ينتبه لك؟ أنا بأمانة يعني أبي صراحة يعني يشتري الأشياء، أما إنه يدخل أو مطبخ أو شيء لا. أحلى حاجة بمنطقة وراف بالخضار بالخضروات، يعني منظر جميل. إيش أحلى حاجة تحبيها هنا؟ الخضرة، يعني أهلها وناسها طيبين كرماء، الجو متعة، يعني تحسي يعني في راحة نفسية. ايوه الله يوفقكم. طب اشي اسالكم سؤال، احنا نتكلم اليوم عن كعك العيد، قد سويت انا وزميلي يوم الله من بدايه الحلقه، يعني كل واحد يجيب كلام، هل المراه اليمنيه الحاليه ما زالت تسوي كعك العيد في البيت ولا بتشتريه جاهز من خارج؟ نشتري جاهز ونصلح بالبيت. تشتري جاهز متى تصلح؟ نجيبه قبل العيد بيومين ثلاث ونصلح بليله العيد، نجهز بالبيت. وانت ايش تسوي؟ نحضرها في البيت الاكثر، انواع الحلويات مثل يعني الكعك البتفور، الكعك المالح، الكعك الحالي، التمريه، حاجات الكيك، ان شاء الله تسوين هذين كلهم، يعني نجمع العائله وجبنا المكونات وتساعدنا. جيدي للنقطة الثانية، نتجمع العائلة، هل الرجل يشارك المرأة في كعك العيد؟ يا إما يشتري لك الأشياء أو إنه ينتبه للأطفال أو حتى إنه ينتبه لابن الكعك اللي يحرق ولا يجي يطبع ولا يعمل أي حاجة. يعني صراحة كذا إذا كان الجو رومانسي، إذا كان يعني مثلا هذا دخل رومانسي، يعني كذا الراحة النفسية موجودة في القلب، يعني يدخل كذا يسوي كيف تفعلوا اللقيلة تجيبلك كيف انتم حركتكم سريعة، يقول في ثم تسووا كذا بالمطبعة كيف لما كذا تعلم مطبعتك. ساعدنا مدرمو يحاول قطع في السكينة يحاول، ومش كلهم يعني بعض، يعني البعض. لا حاجة في منطقة وراف وليش زرتوها تحديدا لو تكلمون؟ والله الجو فيها منيح و هكذا يعني مريح، كل شيء
كذا والله يعني لأن معذر سياحية نتأمل نتفرج للحوضة إيب كامل بي. أنا لأنها حلوة وبين هواء ومريح مزاز حلوة ما بوش مزاز ما طيب أسألكم سؤال، تسووا كعك في البيت ولا لا؟ إيش الأنواع اللي بتسووا؟ الكعك اللي بتسووها في البيت مش في غريبة وفي مالح وحال مش عارف إيش وبيتو نسوي والله بالعيد نسوي يا اما طرطاي اما بيتزا قالوا يعني من ذوق اسمه من ذوقن كيك بس هذا من ذوقن هذه اكله طبعا قد اسمها من ذوقن ايوه تمام تمام كيك لما تسووا هل الاب او الاخ او الزوج او اي حد في العائله من الرجال بيساعدكم في انكم تعملوا لا 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 مستحيل مستحيل ما يساعدونا شي بشي كله ما حد يساعد ابدا من نصلح الله انا اقول هكذا ابدا من ناحيه يعني انهم ساعدوا بالكيك لا الا اذا يعني مساعده للمراه يعني مساعده الاولاد ممكن سلام سلام يا احباب يا اهلي يا انساب عدتم جميع يا احباب لمثال هذا العيد انا استنى نواصل مشاهدينا الكرام ما تبقى من اسئله للناس الموجودين والزائرين في هذا المكان في منطقه وراف المنطقة الأكثر من رائعة بجمالها بإبداعها بالأطفال الموجودين أحباب الرحمن اللي يمشوا على الأرض دائما بنواصل الآن ونأخذ آراء الناس والزائرين في هذا المكان إيش معنى اخترتم هذا المكان؟ جماله الحسن والمظهر الجذاب الإب إيش معنى ما رحتم في مكان ثاني جيتم هنا بالذات؟ والله صراحة لفيت إب كلها هذه آخر منطقة زرتها كيف شفتي الوضع هنا في إب والمناطق المجاورة؟ جنة جنة الله على الأرض طيب في معنا سؤال ومحور الفقرة هذه اللي بنتناقش فيها أنا ونتناقر بالمعنى البلدي أنا وزميلتي مايا اللي هو فقرة كعك العيد يعني هل ما زالت المرأة المعاصرة تحافظ على أنها تصنع الكعك أو تطبع الكعك في البيت تسويها في البيت أو تروح لعند المخبز تشتري كعك وتجيبها والله سؤال صعب يحتاج اختيارات المرأة في البيت ما زالت عندكم صلح الكعك ولا تشتري من المخبز احنا بالنسبة لنا نشتري من المخبز ليش ما تسويش في البيت كسل لا مش كسل بس يوم العيد قد هو زي الأوف يعني خلاص كل شيء من برا قبل العيد بعشر أيام خمس أيام لا 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 كل شيء من برا تسوي كعك البيت في البيت ولا تسوي عفوا الكعك العيد ولا تشتروه من خارج لا نسوي بالبيت ايش الأنواع اللي تسوي الغريبات بسكوت الكيك حلو الدمول حلو صحون ايش الصحون الصحن كذا هل بيساعدكم الرجل في هذه الاشياء الامانه في منها مساعده وفي منها مساعده نشوف كيف طبيعه المساعده كيف يساعدوا يعني انا عن نفسي زوجي يساعدني بايش بالاكل بالمطبخ بالاكل ياكل لا يصلح معي بالمطبخ قلت بالاكل لا يصلح معي بالمطبخ جدا كعك البيت بيساعدك اذا عندكم اطفال بيحاول يمسك الاطفال او يشتري الاشياء الناقصه انا صح ما عنديش اطفال بس عادي اخرج يشتري الاشياء الناقصه ايوه الله يوفقكم الحاضرين او الزائرين لمنطقه اب في وراف تحديدا تنصحيهم بزياره وراف ليش لانها منطقه زراعيه مرتفعه وهواء نقي صحيح اول لما تنشق الهواء النقي عندك اكسجين تحسي براحه نفسيه معك هنا في هذا المكان والله تغيير جو تمشيات الاهل ايش معنى اخترتم وراف هذه المنطقه الجميله في القب انت شايف الجو ما يحتاج انه احد يوصفه بالشيء هذا بالجمال والطبيعه والخضار يا سلام يعني تنصح المشاهدين انهم يقولوا هنا يزوروا المنطقه والله انصح الكل لانه منطقه يعني انت من فين بالضبط انا الاصل من تعز انت تعز طيب في تعز انتم بالاجواء العيديه بتعملوا كعك العيد ولا ما تعملوش اكيد كعك العيد هذا ضروري ها طيب هل المرأة في البيت ما زالت محافظة على صنع الكعك أم قد تشتري من المخبز؟ الحمد لله كله في البيت شغل بيت ما يحتاج تشتريش من خارج نهائي الحمد لله طيب. أنت عنك تحديدا يعني بتساعد زوجتك أو أمك في البيت في صنع الكعك أو لا؟ والله لا طيب ما تساعدش على الأقل تطبع الكعك؟ والله ولا حتى ولا شيء أو على الأقل تنتبه للقهوة لا يحرقوا والله يعني كذب حرام بنروح نشوف الشباب اللي هنا اللي جالسين يتلمسسوا بهذه الأجواء ونسألهم حياكم الله شباب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام انتم بخير صحة سلامة انتم بصحة وعافية ان شاء الله ايش جالسين تعملون؟ جالسين نشوف المناظر والجو بجو عالمي يعني طيب في كل عيد تجوا هنا ولا لا احيانا يعني كل مرة نروح بمكان يا سلام كيف تقضوا اجواء العيد هنا دائما؟
والله يعني طول السنة نكون مشغولين يعني وأعمال وفين تروح وفين تروح وفين الأماكن اللي تروحها في العيد؟ لا لا عيد يعني كله جو خاص، يعني مكان نخرج أحيانا نخرج منتزهات أماكن سياحية. هل بتروحوا تزوروا أهلكم في مناطق أخرى يعني غير أب؟ أكيد بيقدم لكم كعك. ها كعك شوكليت وزبيب ولوز يعني فستق. طيب بسألكم الآن، الكعك في العيد دائما غالبا المرأة هي اللي بتصنع الكعك، هل ما زالت المرأة اليمنية والمرأة في كل المحافظات والقرى والمدن والأرياف تعمل الكعك وتجهز كعك العيد ولا لا، ولا تشتري من المخبز؟ لا أكيد، لأنه صنع البيت والشغل اليدوي ذا حاجة ثانية أكيد. طيب هل فعلا عن نفس السؤال، هل ما زالت المرأة عندكم بالذات تصنع الكعك ولا قد تروحوا أنتم تشتروا من المخبز من الفرن؟ لا أكيد خط حق العيد هذا. طيب بسألكم يا شباب بس بدون مغلاطة، كمان الفقرة المحور الثاني من هذه الفقرة، هل الرجل ولا الشاب يساعد زوجته أم أخته في البيت في صناعة الكعك ولا لا؟ بصراحة طبيعي جدا، أنا أحيانا والله أمد إيدي من باب الفضل أو من باب أن أنا أحب الشيء هذا، فأقوم يعني عمل جماعي وعمل أكيد. وأنت يا حبيبي؟ أي نفس الشيء. إيش اللي تعمله بالضبط؟ تطبع الكعك ولا تدخل الفرن ولا تنتبه للجهال؟ لا علي أطبع أنا خاصة بالمساك هذه تطرح ظهري استمتع. يا سلام عليكم، الله يسعدكم يا شباب وإن شاء الله تقضوا أجمل أوقات في هذا العيد وبين أسركم وأهاليكم. طبعا مشاهدينا الكرام بعد أرى الناس الكعك والعيد بنروح نشوف فين مايا وفين الأسرة اللي بنلتقي فيها. الأجواء الجميلة هنا، مايا هناك، انتظرونا في الفقرة الأسرية الأكثر من رائعة وكعك العيد. مبارك عيد مبارك عيد مبارك مبارك عيد مبارك مش الأجواء الجميلة فحسب اللي بتأسرنا في هذا المكان، ابتسامة الأطفال والكعك الجميل في كل عيد والبصمة اللي بيعملها المواطن اليمني في كل المحافظات هي كعك العيد. بنبتدأ هذه الفقرة مع أسرة كريمة ورائعة مع الأستاذ القدير، بنبدأ نعرفنا وعرف المشاهدين باسمك الكريم. الاسم جميل طاهر شريان الطويري. محافظة؟ محافظة إب. العمر؟ العمر 37 سنة. الجنسية؟ جنسية يمني. مسلم؟ أكيد. حياك الله أستاذ جميل، الله يحييك. ابتسامتكم وضيافتكم لنا في هذا المكان كانت جميلة جدا، كيف تقضوا أجواء العيد هنا؟ لحظة ولو قطعتك، إيش كيف تقضوا يعني معك وحدة ثنتين والبنات هذين هنا الإناث القسمة الإناث أكثر؟ ننتقل لهم لا نتعرف بعدين يبدأ رب الأسرة. إحنا موضوعنا الكعك وأساسية الكعك، دائما بيحاول يهمل المرأة، ليش لي مش زارية؟ تعالوا هنا باسمي إيمان حمد علي. اسمعك إيمان حمد علي. حيا بك يا إيمان، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. زوجة الأستاذ صح؟ حيا بك. واسمك الكريم؟ اسمي شذرة عبد الله. حيا بك، كل عام وانت بخير. ايش تقربي لهم انت؟ خالته. وجاي معهم في هذه الزيارة؟ ايوه. طب والكتاكيت اللي هنا اسمكم يا ماما؟ ساجدة. رندا. جانا. والكتاكيت اللي هناك على صدام تعرف عليكم. الكتاكيت اسمكم؟ قولوا اسمكم. جيهان. جمان. سيلي. ايوه واللي بعده الأمورة هذه جمانة. اسمك جمانة؟ جمانة صامت. ايوه وهذه الأمورة الحلوة جنات. وانت يلا الان قلبي ارتاح، تقدر ترجع العائلة. قلبي ارتاح الان، يلا ارجع مع ابوهم. ابوهم جميل طبعا وجميل كاسمه، فبنتعرف عليكم اكثر ونستمتع معكم اليوم في هذه الفقرة. بس عرف المشاهدين الكرام بينتظروا كيف تقضوا اجواء العيد هنا في منطقتكم. والله هنا في احنا دائما كالعاده الاسره اليمنيه هم يعني بزياره الاقارب والارحام وايضا نخرج نتمشي كمان. يا سلام، فين تروحوا؟ نروح مثلا هنا وراف، بعدان مشوره وادي الجنات، العدين ايضا، مناطق كثيره في المناطق الجميله والخلابه ايضا، خصوصا هنا في منطقه جميلة. وراف تشوف الجو ما شاء الله يعني فعلا هذا اللي ركزنا أكثر عليه، اكثر من رائع هنا، انه الجو جميل ورائع وبالذات لما الاسره بتاخذ زي ما احنا شايفين كعك العيد وحاجات العيد وعلى طول تتحرك وتروح. فاكثر حاجه بتحبيها في هذه المنطقه ايش بتحبيها؟ احب المزارع والمناظر. ما تحبش تعيدي في البيت؟ نخرج بعد العيد. بعد العيد والعيد كله فين تروحي؟ بنخرج من ثاني العيد. طيب ايش احسن حاجه عندك في العيد؟ ايش الحاجه اللي تحبيها في العيد؟ احب المناظر الخضره. ما تحبي الزوجي؟
اللي احبه كثير. امسني حالف تلو شيء. طيب لما تسوي كعك وما شاء الله احنا شايفين حاجات جميلة طبعا، هل بيساعدك بيدعمك؟ انا وصدام من سبحان الله احنا على حكاية الكعك. بيساعدني سنة بجنب الاطفال لاني ادخل المطبخ اصبر الكعك. صبرت لك يا صدام. خلينا اسوي تحقيق هنا الان، هل يساعد ولا ما يساعد؟ طيب اسأله احنا نشوفه. طيب بس خلينا نخلص فيه. طبعا المرأة دائما هي بتصنع الكعك، هذا لا شك فيه. صح. مش عارف هل تصنع ولا بتشتري من خارج، انا عاد ما سئلت ما هذا السؤال، لكن هل بتساعد شكلين محلي انتق محلي لما قالت ولا ما تساعدهاش بصراحه؟ من ناحيه الطبخ ما مش عارف، لا ممكن الكعك بالذات حسب الكعك ناخذ الادوات مثلا المطلبات، مطلبات الكعك ومستلزماته، وهي اللي تصنع. تحاول تطبع معها الكعك ما تنتبه للاطفال، بس تنتبه للاطفال لا يحرقوا فقط. طيب تمام. جميل. جميل. كويس، يعني التعاون كل ما كان موجود بين أفراد الأسرة كل ما بيعطي للأسرة جو أكثر من رائع، بيخلي الدفء العائلي يكون أكثر حيوية وأكثر انتعاشا وأكثر إقبالا أيضا من الآباء والأمهات. طيب الناس في لهم عادات وتقاليد معينة في الأعياد، في لهم مثلا أول يوم يزوروا مين، ثاني يوم يزوروا مين، ثالث يوم يزوروا مين، بيحددوا؟ هل بتسووا كذا؟ أول يوم نزور أبي وأمي وأخواني أبوك يومي كل أبو أمه؟ أبي وأمي أبو. ليش ما تبدأش بأبو أمه؟ ما هل لهم مش نتصل فايدة يعني حرش يا قوم نتصل بهم، نحاول نحن نتصل بهم بعيد بعيد مننا. أيوة. وأبي وأمي نروح عندهم أخواني ونزور الأقارب والجيران والأصدقاء. تفضل. شكرا يا أستاذ جميل. أيوة. طبعا الكعك شيء جميل شكله مغري صح؟ شوفي كيف يقدم العادات والتقاليد قبل ما ننتقل للكعك. العادات والتقاليد اللي بيسواها كل منطقه وكل محافظه من محافظات الجمهوريه، عندكم اكيد في عادات تقاليد في اول العيد ثاني العيد ثالث العيد صح ولا لا؟ اكيد. ايش الاشياء اللي تسويها اول العيد ثاني في العادة في العيد نروح نخرج مثلا صلاه العيد. يا سلام. وبعد ذلك نرجع بعد صلاه العيد نتواصل مع الارحام ونزور الارحام وثم ذبح العيد. بعد صلاه العيد نرجع ذبحه العيد وهذا، ثم بعد ذلك نتواصل مع الارحام وزياره الارحام والأقارب، وثاني العيد نبدأ نخرج نتمشي يعني زي عندنا بالضبط. أيوة. ما فيش حاجة مميزة تعملوها غير الناس البقية؟ أعتقد هي كده كلها عدد الشعب اليمني كامل قريبة يعني من بعض، يعني ما فيش إلا الكعك اللي يعملوا مميز طبعا. إيش الكعك اللي يعملوا مميز؟ إيش أنت الآن المرأة تطبخ والمرأة تعمل كعك مميز، تعمل أكل مميز، تعمل كل حاجة مميزة. الرجل هو اللي بيشقي ويروح على يشتغل ويتفحرر عشان. طيب خلاص خلي الرجل هذا يخرج الأدوات عشان يعملين كعك. إحنا ما قلناش حاجة، عادي يخرج الرجل يشقي يجيب المصاري، بس إذا المرأة مش موجودة مين بيدبر أمور البيت؟ مين بيطبخ؟ مين بيجيب اللمسات الجميلة هذه؟ من بيحس زيادة؟ صح؟ قليلة مش مصدقني. المرأة زيادة تتعب بالمطبخ، صح؟ تحمل مسؤولية تربية بيت المرأة. الرجل يجي ياكل على الجاهز. وعاد الحين أقول لك ما لحت مش ما لحت ما صار. الحمد لله والله بديت أفتن، والله بديت أوصل. الله يوفقكم على كل الجميل إن شاء الله. سعداء في الجو الجميل هذا والأكثر من رائع، مبسوطين إحنا تعرفنا عليكم، ومبسوطين إنه كمان العيد عيد الأضحى تحديدا جمع بيننا وبينكم أنتم مشاهدينا الكرام مع هذه العوائل. نحن مستمتعين مع جميل وأسرتي الموقرة في هذا المكان، وقضينا أوقات جميلة ورائعة في أجواء ساحرة في هذا المكان. بننتقل إلى الميدان ونشوف سؤال الناس والزائرين للمولات والأماكن المفتوحة، وهل المرأة اليمنية ما زالت تتقن صنع الكعك في البيت أم أنها تلقى إلى شرائها من خارج؟ وهل الرجل يساعد زوجته أو أخته أو أمه في البيت أم لا؟ تابعونا. مبارك عيد مبارك، عيد مبارك. وصلنا إلى هذا المول الآن، بنأخذ آراء الناس حول كعك العيد. بنشوف أنه كعك العيد بيعملوا النسوان في البيوت ولا ما عاد يعملوش خالص، أو الرجال يساعدوا ولا ما يساعدوش. تعالوا تعالوا المرأة اليمنية عندكم في البيت، أمهاتكم أخواتكم في البيت، هل يعملوا كعك في العيد ولا لا؟ لا يعملوا كعك أكيد، هذه حاجة. ما تسرش من خارج؟ لا. متأكدين ما تسرش من خارج؟ أيوة متأكد، هذا شيء ضروري. طيب هل أنتم الآن الجدية، الآن سؤال الجدي، بتساعدوهم في البيت ولا لا؟ بعض الوقت. اثنين؟ لا ما يساعدش. لا ما نفرغش نساعد أنجاز، ما يفرغش يساعدهم، يجيب الطلبات من الشارع. أنت من النوع اللي أو الأشخاص اللي بيسووا كعك العيد في البيت ولا بتشتري من خارج؟ بالبيت دائما نظريتي على صح. ايش الانواع اللي تسويها في البيت؟ نفعل بوت فرن، نفعل مقاصيص، اي. انت متزوجه؟ زوجك بيساعدك في كعك البيت؟ زوجي ما هلوش مغترب. اوكي. اولادك اولاد؟ اكيد كور مش البنات. لا قولي لهم لا. لا ايش ما يساعدوا؟ لاني معي بنيه اصلا. يعني البنات اللي بيساعد اكيد حتى يشتروا لك طيب الحاجات ولا ينتبهوا للاطفال ولا
اصلا انا ما بش معي اطفال صغار. المطلوب وهو المطلوب. شكرا جزيلا. النظريه ما زالت صحيحه 100%. بنغلب صدام واللي يقول انه الرجال يساعدوا النساء في الكعك. بس ما زلنا نشوف بعض الاراء مع بعض. هل النساء في البيت عندكم بيسووا كعك العيد ولا بيشتروا؟ لا يسووا بالبيت. ده كل الانواع او انواع معينه؟ يعني تمرية معمول يعني حاجة زي كذا. طيب هل بتساعدوها أنتم كرجال في عمل الكعك ولا ولا؟ مش عملنا هذا، مش مهنتنا. طيب تساعدوهم تنتبهوا للأطفال؟ نعم 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 نعم. تساعدهم في شراء الحاجات؟ تمام تمام، نساعدهم أكيد. أنت نعم نعم لا لا استقر لي على لا لا أكيد 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 ساعدهم ضروري. هل ما زالت المرأة اليمنية تعمل كعك العيد في البيت ولا تشتري من خارج؟ الأفضل بالبيت. لا لا انت تعملي كعك في البيت ولا تشتري من خارج؟ لا نعمل بالبيت. ايش انواع الكعك اللي تعمليها؟ الذي معي بالبيت اعمله الحاصل. الحاصل كعك ابو تمر. ابو تمر او يعمل اي كعك يعني. طيب المحور الثاني، الرجل في البيت اخوك ابوك زوجك هل يساعدوك في البيت ولا لا؟ يساعدني بناتي، اما الرجال لا، الرجال يشتغل بالشارع. الرجال عليهم ياكلوا بس. عليهم ياكلوا بس. حد يساعدك؟ لا. حد يوبه للجهال؟ ولا حد، ما بقول للبنات بس. تسوي الوالدة أو البنات كعك البيت في العيد؟ منا في بيتكم؟ أيوة في سبون. ما بيشتروش من خارج؟ لا إلا إذا اضطرينا ولا ما شي نعمل بالبيت. فضيع نفس الإجابة. طيب لما يطلبوا مساعدتك أنت بحيث أنك تساعد معاهم تطبع تنتبه للكعك لا يحرق؟ ساعدهم كيف يعني؟ ولدك الله لذيذ ما تاكله. والله ذا العيد سوينا شوية، أنا عاونتهم شوية. ليش عاونتهم؟ بل اني بتصلوا بل نلف ندخل التنور يا الله. معقوله؟ كيف؟ هات رقم الوالده نتاكد. الوالده ما معها شيء. هل زوجتك تعمل كعك في البيت ولا لا؟ في البيت. ها؟ بالبيت. تعمل كعك في البيت؟ بالبيت. ما تشتريش من خارج؟ اكيد. جوابه صح. تعمل كعك في البيت. قولي للمشاهدين ايش انواع الكعك اللي تعمليها في البيت؟ بيتي فور. غريبة. بس. طيب هل زوجك يساعدك في عمل الكعك في البيت او لا؟ لا من صدق ما يساعدكش. قدامك اقل قامل قدام المشاهدين ايش تساعده بالضبط؟ بعض الحاجات اللي تكون مشغوله مثل ما تكون مش فاضي اسوي طبخات. الكعك هل تساعدها في عمل الكعك ولا لا؟ الكعك ما اعرف. ما تساعدهاش ولا تطبع معها بالطباعه؟ لا. معكم جهال ولا لا؟ اي بنت. معكم اطفال؟ ما تنتبهش للطفله هي تعمل الكعك؟ لا ننتبه للطفله. يا سلام، هذا برضه مساعده. يا سلام، الرجال طبعا هم متعاونين، اذا لزم الامر انهم يتعاونوا بيتعاونوا، لكن تعالوا نشوف اكثر، نشوف النسوان. شكرا جزيلا لكم والرجال الموجودين معنا. النسوان في البيت عندكم يصلحوا كعك العيد ولا ما عاد يصلحوا يشتروا من خارج؟ انا يصلحوا. كل عيد متاكد؟ بس يشيلوا شوكولاتات مدري ايش. شكرا. هل يعملوا الكعك في البيت؟ يطبعوا الكعك في البيت؟ اكيد يعملوا بالبيت. هل انتم شخصيا مالكم من غيركم، هل انتم شخصيا تساعدوا المراه في البيت في عمل الكعك؟ تساعدوا المراه في العيد في الكعك؟ تساعدوهاش؟ متاكد؟ شوف هذا صادق انت. نساعدها. ليش تعمل طبع الكعك؟ لا يعني مقاضي ما اعرف. لها المقاضي، ما تساعدهاش في طبع الكعك او توديها الفرن دخلتوا بها للجهال؟ احرقهن. تحرقهن انت؟ هل المراه في البيت عندك تصلح الكعك ولا تشتري من خارج؟ لا نتصلح. صلح الكعك، ايش انواع الكعك اللي تصلحها؟ جميع انواع الكعك. جميع انواع الكعك، يعني عنده معرفة، هل انت تساعدها في عمل جميع انواع الكعك او لا؟ لا والله احيانا نشتري من برا. طيب تساعدها على الاقل تشتري المقاضي، تطبع معاها بالطباعة؟ لا والله ما ساعدها بشيء. ولا تساعدها بشيء، ولا توبه القوى لا يحرقوا؟ لا ولا شيء. وانت؟ لا والله. تساعد امك في البيت؟ تجيب الاغراض بس. تجيب الاغراض بس. احنا موضوع حلقة اليوم عن كعك العيد، هل بتسووا كعك العيد في المنزل ولا بتشتروا من خارج؟ سويني في المنزل. وانا اسويه في المنزل. ستات البيوت يا جماعه، اللي يقول للمراه اليمنيه مش ست بيت كذاب. ايش الانواع اللي بتسووها؟ انا اعمل معمول، بتفور، بسكويت جزر. بسكويت بالجزر؟ بالجزر. جميل، اول مره اعرف انه في بسكويت بالجزر. روعه يطلع. تعرف في بسكويت بالطماط بالجزر؟ لا والله بالجزر يطلع روعه. والله. قولي لي بعدين الطريقه. ايوه وقريبات، نعمل كل الحلويات في البيت. انت ايش بتسوي؟ اسوي كعك وبدي فور. مش حاجه جزر بصل طماطم؟ لا. طبيخ؟ لا، انا اسوي على قدر حالي. طيب ازواجكم او اخوانكم او اولادكم الذكور هل بيساعدكم في عمليه صنع الكعك في البيت؟ معي ولدي الصغير بيساعدني. كيف بيساعدك؟
يعني يساعدني يبز الطباعة ومعي يطبع معي، لكن العجين وهذا نعملها نفسي. تسوي كاك ولا لا؟ ايوه. قولي والله. والله. ايش الانواع اللي تسويها؟ الغريبات اللي يعجبني. وين يعجبني ولا الغريب؟ ايوه حلو. قالوا تسمن عشان كذا نسمينا؟ حتى نسمينا من تحت راسه. طيب هل حد من افراد اسرتك بيساعدك في عمل كعك العيد؟ لا انا بأب اصلا وحدي واسوي لوحدي. ما عندكش اولاد اخوان؟ الجيران حقي. احنا بنتكلم عن الرجل في العائله نفسها، الاب الاخ الابن الزوج، هل بيساعد في عمل صنع الكعك؟ لا. قولي لا يا صدام كوني اقنع بالكلام. ايوه. قولي لغايه صدام اقنع بالكلام. يا صدام اقنع بالكلام. سوي كعك. سوي كعك. شكرا جزيلا لك. مايا كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله تمام. كل عام وانت بخير. وانت بصحة؟ مايا بصراحة قولي للمشاهدين، تعملي كعك بالبيت ولا بالبيت ولا لا؟ لما اكون موجودة في البيت اكيد اعمل كعك، لو انا مش موجودة. تعرفي تعملي ولا ما تعرفيش؟ والله ورسمة اخي عبسين نعرف. والله رسمة عبسين تعرف. يا سلام. يا مايا ايش انواع الكعك اللي تعمليها وسجل عندك يا استاذ فاروق؟ نعمل بيت فور، نسوي معمول، نسوي غريبه، نسوي نسوي بالقمع. ها بالقمع نسوي انا والوالده وخواتي اكيد طبعا. يا سلام. مايا هل يساعدكم محمد في البيت؟ لا والله هو فالح بالاكل، عاد احيانا يعجبه احيانا لا. يعجب المناقره. شكرا جزيلا. عفوا. مبارك عيد مبارك، مبارك عيد مبارك. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم من جديد في فقرة الموهبة الخاصة بكل حلقة، وزي ما احنا حابين نتعرف على مجموعة من المواهب الجميلة والأكثر من رائعة واللي بنعرضها عليكم، كانت مواهب فنية، غنائية، مواهب رسم، زي الشباب الموجودين هنا. هم طبعا أخوين اثنين. تعرفون باسمكم؟ عصام الشيباني. حياك الله أخي عصام. اسمك الكريم؟ جنيف الشيباني. جنيف، لك علاقة بمؤتمر جنيف ولا حاجة زي كده ولا؟ من سماك جنيف؟ أبي. إيش معنى اسمك؟ اسمك إيش معناه؟ اسمي. إيه إيش معناه؟ ما في له معنى. أكده بس أي جابوا لك أي اسم أنت والسلام قنعت يعني؟ فرت اعترض تقول لا، تقول ما عجبناش، تقول عجبنا. لا حلو. عجبك؟ حاول تبحث عن معناته. طبعاً الشباب اللي موجودين هنا السنة الماضية استضفت أخوهم منيف صح؟ اللي كان لو تذكروا كان عازف الجيتار وبعدين قلت له سرقت الجيتار فكانت كارثة بالنسبة له. طبعا تحياتنا اللي منيفين ما كان. ونبتدي مع صدام اللقاء الجميل والرائع في هذه الأجواء الأكثر من جميلة. طبعا شكل العود مغري يعني سرقه. يخلينا ما اعتقدش انه سرقه لكن ممكن يسرق قلوبنا الآن لما يبدأ يمسك الريشة ويبدأ تحسين تحسين العود. أبناها الاثنين رائعين دوما. كيف تقضوا أولا قبل ما تسمعونا شيء، كيف تقضوا أجواء العيد؟ كيف تقضوا الأجواء العيدية في المدينة هنا في إب أو في مكان آخر؟ نقضي العيد في الخروج الرحلات وفي العصر هذا إحنا والشباب. ها جنيف تسافر؟ تسافر دولة؟ تسافر جنيف؟ لا كم أنت بنت قضية أيام العيد؟ بالدائري. بالدائري بالحارة. ايه بالحارة احنا اصحاب الاصدقاء. ما تروحش تسبح؟ ما تروحش تلعب كرة؟ ما تروحش؟ لا عيد عيد. ايوه عيد. ايوه تروح تمشي. تروح تمشي. ايه تمشي. ايوه. ما نلعب كرة. ايوه تمشي تلعب كرة انت واصحابك تنزهوا تسبحوا. يا سلام عليك. طيب ممكن تسمعونا كذا شيء جميل في البداية قبل ما نرحب بالمشاهدين ومايا رحبت بهم بطريقتها الخاصة. انا اقول انا ما بقول شيء يعني في هذا الجمال والخضرة خلفنا، خلي الشجر يتكلم فقط. غني غني. اضحك على الأيام وبرد من الأوهام واصبح مع الأنغام افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد. حك على الأيام وبرد من الأوهام
واصبح مع الأنغام وافرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك، سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك، وكل لمن عاباك مبروك عليك العيد، أنا السنة يا عيد. وكل لمن عاباك مبروك عليك العيد، أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. يا سلام يا سلام يا جنيف، يا جنيف شكرا العائلة فنية، لا بل الجد، هل في حد من عائلتكم الفنيين الكبار يعني الجد الأب أبو الجد وراثة ورثتم وراثة ولا بس كذا تعلمتها؟ هواية بس العائلة، ها هواية. أنا لقوله تروح تغني بمؤتمر جنيف على طول، بيت حل المشاكل وكل حاجة يعني بتصلح والبلاد ترجع للسلام كذا، بس يعني قد يكون اسمع لم سمى. يا جنيف من فين سمعت الأغنية هذه؟ من أي فنان بالضبط؟ هل من الفنان الأصل أو سمعتها من أحد من الفنانين الجدد؟ ولا من إخوانك؟ لا، من الفنان فؤاد الكبسي. سمعتها من فؤاد الكبسي؟ جميل. يا سلام، تحية تحية لفؤاد الكبسي عبر شاشتنا الجميلة السعيدة، ولكل الفنانين اللي بينقلوا دائما الفن الجميل والتراث الجميل. طيب انا شي اسمع كمان بدون العود كذا شيء من جنيف، ممكن سمعنا كذا ما يحب يعني. سالت الليل يا ليل يا ليل يا ليل، انادي طايفه وانا حزين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. ومهما الدنيا تتغير أنا ما تغير، أنا ما تغير، وحيد يا ليل، حيران يا ليل، سهران يا ليل 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 يا ليل. رهيب يا ليل يا ليل، ما فيهاش غير ينهار ينهار ينهار. طيب احنا اليوم طبعا بنحكي كنا عن موضوع معين، هو موضوع كعك العيد، وبنقول هل الرجل يساعد المرأة كانت امه اخته بنته زوجته في انه يسوي معاها الكعك، ينتبه للاطفال، يشتري الحاجات؟ فقولوا لي بصراحة بامانة كده يعني تساعدوا اهل البيت ولا لا؟ ها سمحتي خلينا نسألهم اول حاجة، ها قبل ما يساعدوا، هل النسوان اصلا في البيت يعملين كعك ولا قدام يركنوا عليكم تشتروا لهم من خارج؟ لا يعني في بعضهن يعملين وفي بعضهن يعني يركنين، تشتي جاهز. حسن الصورة. لا لا والله نسيت يعني في البعض. عندكم في البيت يسووا ولا من خارج؟ لا لا يسووا، في البيت أنا يسووا. خليك على أهل بيتك، ما دخلنا بالبقية. تمام. طيب بتساعدهم يا جنيف؟ بتشتري أشياء معينة أو يطلبوا منك مساعدات؟ إيش بتفعل لهم في البيت؟ أنا اللي علي أشتري الطلبات هم يعملوا. ها كويس، ايش الانواع الجميله اللي بتسويها هنا في محافظه اب تحديدا من انواع الكعك؟ ايش الانواع اللي يعجبني انا؟ لا اوكي، اللي يعجبك واللي بتسويه بشكل عام. كعك العيد وبيتي فور، ها ومعمول، ها من ذي الحلويات، كعك بالتمر. عزام، ايش انواع الكعك اللي بتتميز فيها محافظه اب تحديدا او منطقتكم او اسرتكم؟ الكعك بالتمر هذا قد هو التمرية هذه واصل. طبعا ما يصحب بني شيبه بلا منازع، حقهم الطبخ، حقهم الكعك، وما فيش يعني منافسه. تحسن علاقتك الان يعني، تحصل لك يعني يكون طعمه لذيذ، تحسن علاقتك معهم. ايوه. طيب كختام لهذا اللقاء الجميل، ايش اللي كمان ممكن تسمعونا اياه مع بعض؟
عيدة عيادة ما شوك تداوي داية تجريك من أوهامك بمن جنيد ألاوي خلي روحها يفتهن شوية أتعبت روحها كل يوم مواعيد أمك وأبوك يسلوي مثل حبك وزوجاتك مع عيالي قلبك على الله يتيم لك ومن يحبك على سلامي وانت فرحة العيد العيد كلمة طيبة وبسمة نعمة وعادات حبي ألف نعمة ألا أصلا مودة في القلوب كلمة وفرحة عمال ناس فرحة العيد عيدة عيدة اسمة شوكت داوي داية تقريك من أوهامك بمن جنيد ألاوي خلي روحها افتهن شوية أتعبت روحها كل يوم مواعيد تعبت روحها كل يوم مواعيد مواعيد لعلم مامين الصوت يا مايا حلو لكن الوجه كذا هم زعلان الله يعلم ويشي وصل من فكرة مع مواعيد ما احنا حجزناها لهم كمانها وصل عمل تهنية لأمك لأبوك وصل لهم الفكرة قل لهم مشين الزواقة يعني لمح بسرع والله كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد سلام وأهني أخوتي وكافة الأهل والأصدقاء إن شاء الله يفتح لكم إن شاء الله سام لمن حابب تهني أو توجه رسالة عيدية أولا نهنئ الشعب اليمني بالعيد المبارك ونقول لهم كل عام وانتم بخير ونهنئ كامل بالعيد المبارك ونقول لهم كل عام وانتم بخير ونهنئ أسرتي وأهنئ زوجتي الغالية منى علوان الفنانة التشكيلية وأقول لها كل عام وانتم بخير يعني بيتكم كلها لوحات 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 إن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية يا رب يا سلام يعني اللوحات الجميلة تكون في البيت والأصوات العذبة دائما أصواتهم في البيت يعني ما عاد باقي لهم أي شيء الجمال في الصورة والجمال في الصوت ونحن ما نقدرش نقول لكم أي شيء سوى أن نقول لكم عيد مبارك كمان والعيد والناس مستمر معكم إذن سنصل معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم الأكثر من رائعة بروعة تواجدكم وروعة أيضا مشاركتكم إياها وبإذن الله على أمل أن نلقاكم في حلقة متجددة نترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء We'll be right back.